ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نحضر هذا اليوم في ضيافة إخواننا وزملائنا بموقع مكناس الصامد والواعد الذي نظم هذه الندوة حول التحديات الضريبية لمهنة المحاماة. أهمية هذا الموضوع هي أهمية مرتبطة بالاهتمام الكبير لنقابة المحامي المغرب بهذا الملف الحارق الذي يشكله أو يؤرق المحامي باعتباره يشكل عبئا إضافيا ويثقل كاهله. ننتظر التوصيات التي ستخرج بها هذه الندوة لأننا نعتبرها بكل صراحة نواة للملف المطلبي الذي ستتقدم به نقابة المحامي المغرب مستقبلا أمام الجهات المعنية من أجل المطالبة بإلغاء الضريبة التجارية المرهقة لكاهن المحامي والتي تتعارض مع رسالته الإنسانية التي يؤديها كخدمة اجتماعية في إطار تحقيق العدالة والأمن القضائي للمواطنين وتحقيق ولوجهم المتبصر والمستنير للعدالة. ويسلا نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.